سيدتي اليوم دراسة حديثة تدعو للتحدث مع النفس، فكيف ذلك ولماذا؟ مريم الحربي تكسر حكر الرجال وتفوز بجائزة أفضل مرشد سياحي. ولي الأمر المتسلط، ما له وما عليه. حياة الإمبراطور تعيد المرأة إلى خشبة المسرح السعودي، وكاميرا سيدتي أولى الجماهير المشجعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام، واهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من برنامج سيدتي، طبعا لمدة ساعتين مليئة بالاخبار والفقرات المتميزة والمتنوعة. اهلا وسهلا بنات. اهلين عبير، كيفكم؟ نبدا نخش على اخبارنا على طول. يلا. جامعة جدة تؤسس لطالباتها ناديا للسلام المرورية لأهمية الدعم التطبيقي والتفاعل بشكل مباشر مع قرار السماح للنساء بقيادة المركبات. طبعا هذه بادرة ليست بجديدة على جامعاتنا، لأنه في العديد من الجامعات في السعودية اللي عملوا مدرسة لتعليم قيادة السيارات، اللي مثلا الآن جامعة الملك عبدالعزيز في جدة بتعمل نادي عشان برضو كنوع يكون من التعريف للبنات والسيدات بتعاليم القيادة الصحيحة. طبعا للحديث أكثر حول هذا الموضوع ينضم معي عبر الهاتف الدكتور هاشم بلخير، عميد شؤون الطلاب بجدة. أهلا بك دكتور هاشم. يا مرحبا، حياكم الله، ويعني أمسي عليكم وعلى المشاهدين والمشاهدات. حياك الله دكتور هاشم. كيف أتت فكرة تأسيس نادي السلامة المرورية؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أنا بداية يعني أحب يعني ألفت الانتباه إلى جامعة جدة. هي جامعة ناشئة بتاريخ 1435 هجرية، بعد أن انفصلت من جامعة الملك عبد العزيز، وهي جامعة حكومية. بالنسبة لي يعني قرار تأسيس النادي يعني هو بتوجيه وإشراف من سعادة مدير جامعة جدة المكلف الدكتور عدنان الحميدان، وذلك ل يعني التفاعل بشكل إيجابي ودعم تطبيقي مع قرار خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله بالسماح للنساء بقيادة المركبات، يعني ابتداء من شهر شوال المقبل بإذن الله. طبعا هذا الدور الذي تقوم به الجامعة يعني يعكس توجه الجامعة نحو خدمة المجتمع سواء الداخلي أو خارج الجامعة. ففي الفترة الماضية تم توقيع اتفاقية للجنة عمداء شؤون الطلاب بجامعات المملكة مع جمعية سلامة، وكذلك لجنة السلامة المرورية بالمنطقة الشرقية والإدارة العامة للمرور. من خلالها تمت استضافة قافلة السلامة المرورية في جامعة جدة في شطر الطلاب ثم شطر الطالبات، وكذلك عقد ورشة عمل تدريبية حول السلامة المرورية. دكتور هاشم، طبعا أكيد هذه المبادرة اللي قمتم فيها في جامعة جدة بإنشاء نادي السلامة المرورية للطالبات مبادرة رائعة جدا، بس إيش الهدف من هذه المبادرة؟ يعني هل هو النادي بيكون فيه عضوية مثلا للبنات، ولا مجرد برامج تثقيفية؟ هل ممكن أنه يكون النادي هذا أحد من خارج الجامعة أنه ممكن يشترك في النادي ده، ولا كيف؟ يعني هو النادي للطالبات يعني الآن إنشاؤه بعد قرابة سنة من إنشاء السلام المرورية للطلاب. طيب. النادي بالتعاون مع جمعية سلامة هو يتعاون مع المختصين في جانب التوعية المرورية والسلامة المرورية، فالاستفادة للطرفين توعية وكذلك استفادة تعليمية وتثقيفية وتوعوية. يعني راح يكون في تعليم في برامج. أيوه هو الهدف الرئيسي هو يعني بث الجانب التوعوي لدى الطالبات، ما هي مفاهيم القيادة الآمنة، كيف يعني يستطيعون الانتقال إلى القيادة
التدريبية في هذا الجانب، فيكون لهم دور داخل جامعاتهم مع الطالبات والمنسوبات وكذلك مع المجتمع الخارجي بدءا من شوال المقبل بإذن الله. جانب يعني مهم اللي هو الانتقال بثقافة القوانين المرورية، وكون أنه توجد أنظمة وقوانين وعقوبات رادعة، تحويلها من هذا الجانب إلى جانب ثقافة تعيشها الطالبات ويعني كذلك يمارسنها من خلال هذا النادي حاليا، وبعد ذلك من خلال قيادة المركبات بإذن الله. إذا كان المجال يسمح للحديث عن فعالية قافلة السلامة المرورية اللي تم تنفيذها للطالبات، تفضل. فأنا جاهز يعني للحديث عنها. تفضل دكتور هاشم. الأسبوع الماضي بحمد الله تم استضافة قافلة للسلامة المرورية تحتوي على يعني 6 أجهزة تفاعلية لمحاكاة القيادة الطبيعية، وكذلك يعني تحتوي على اختبارات إلكترونية عن ثقافة القيادة ويعني مفاهيم السلامة، وكذلك يوجد مع هذه القافلة تجربة الإقناع باستخدام حزام الأمان مع تجربة اصطدام بسرعة 20 كيلومتر في الساعة. تم من خلال هذه الأجهزة الإقناع الفعلي بأهمية حزام الأمان، يعني تم تطبيق التجربة مع ربط الحزام وبدون ربط الحزام، والتنبيه أنه هذا الحادث كان متوقع، فما بال قائد أو قائدة المركبة في الحوادث غير المتوقعة لا قدر الله، فهذا يعكس الاهتمام بحزام الأمان. طبعا الجانب التطبيقي مهم جدا في الإقناع بخلاف الاقتصار على المشاهد المرئية أو المحاضرات النظرية. بعد ذلك يعني تنتقل الطالبة في هذه القافلة إلى الاختبار النظري الإلكتروني، في بنك أسئلة عن السلامة المرورية وعن يعني استخدام المركبة بطريقة آمنة داخل الطريق وخارج الطريق أيضا، ثم بعد ذلك يعني يتم توجيهها لجهاز محاكاة للقيادة سيموليشن، فيه يعني خرائط متعددة لظروف قيادة في الصباح في المساء داخل المدينة وخارجها، طرق داخلية طرق يعني سريعة، يعني تجربة مختلف الخرائط للقيادة. نعم. مع تزويد الطالبة أو المنسوبة بعد ذلك بتقرير شامل عن جوانب القوة في ثقافتها المرورية. جميل. وكذلك الجوانب التي تحتاج إلى تحسين. نعم دكتور هاشم بالخير، يعني أنا شاكرة جدا ومقدرة لهذه المبادرة الجميلة من الجامعة، وشكرا على جميع مشهوداتكم، شكرا لك لمداخلتك معنا. هذا كمان من حياة الإمبراطور، عارفينه؟ ما تعرفوا حياة الإمبراطور؟ لا. طيب حياة الإمبراطور تعيد المرأة إلى خشبة المسرح السعودي، وأكيد كاميرا سيدتي من أوائل الحضور، نتابع. تجربتي مرة كانت جميلة، خصوصا انه انا من زمان احب التمثيل، وحتى من انا صغيرة يعني بقلد اي احد بيجي على التلفزيون عشان اهلي يضحكوا وكذا، فكنت امثل سكتشات حاجات بسيطة مرة، بس يوم جتني الفرصة انه امثل في مسرح كانت غريبة، انه انا لانه ما قد شفت نفسي في مسرح، كنت اشوف نفسي في مسلسلات حاجات زي كذا، بس لما جربت التجربة اللي في المسرح حسيت انه من جد هذا مكاني، يعني انا المفروض اكون هنا لانه مرة احب التمثيل، وغير كذا المسرح ايش الشيء اللي حلو فيه والمختلف عنه بالدراما، انه بنسمع تعليقات الناس الايجابية السلبية، فنحاول قد ما نقدر انه حتى لو نسمع السلبية انه نمسك نفسنا ونأدي كويس، فالمسرح كمان اصعب من الدراما.
وكانت في كلمات كده صعبة علي زي شمبانزي مات، هم يقولوها مات يقولوها مات، فا أوكي مات. فبنمشي بنحاول إنه لا تخافوا، ما في شيء يخوف، وإنتوا قدها، وحقيقي في بنات من جد من جد عندهم المواهب هذه بس مدفونة، لازم يطلعوها. طبعا أنا هذه مو أول مسرحية أطلعها، تجربتي على المسرح مرة حلوة. أحلى شيء في المسرح إنك تكوني ما تكوني مقيدة بنص معين، ديك تطلع وديك ترتجلي، تروح في عالم ثاني، تخش عالم ثاني وتعيش في نفس القصة. نظرات الجمهور ليك وانت قاعدة تمثلي هذا شيء طبعا ما ينوصف. اللي يضحك وانت قاعدة تتكلم، واللي تحسي انه قاعد يبكي عشان المشهد مؤثر او ايا كان، هذا شيء رهيب صراحة. عشان انا من النوع اللي ما بحبش علي اي قيود، او القيود لو في مثلا قيود قوية، يعني لو حاجة مثلا الفاظ خارجة لو بتاع اكيد دي لازم قيود، بس انك مثلا تأيدني بكلام معين او بسيناريو معين او بحاجة معينة، انا مش هقدر اديك اللي انت عايزه. السمبوسة بالنسبة لي مش أكلة وبس، يعني كل حياتي، يعني هي ذكرياتي الباقية من أمي أو معاها. أنا بقالي 10 سنين في المسرح من قبل ما أجي هنا، يعني أنا ليا سنة وشهرين هنا، قبلها بقيت 9 سنين في مصر. مش عارف أنا يعني لو لقيت فرصة كويسة إن أنا أطلع من المسرح ممكن أروح، بس أنا المسرح هنا في دمي. وهذه ما هي أول مرة نسوي حياة إمبراطورة، سويناها قبل كده في جدة وكان جدا التقبل فيه عالي جدا، يعني كل مرة اللي جوا أول مرة يجوا تاني وتالت ورابع مرة من كثر ما هو بينبسطوا. طبعا كادر مرة جميل من الممثلين والطاقم ومسرحية جدا رائعة، حياة الإمبراطور، كل التوفيق. أكيد طبعا المسرحية جميلة، يعني أتمنى إني كنت أشوفها. عرفتيها بعدين صح؟ أكيد طبعا، يعني يا ريت يجوا الرياض كمان يسووها هنا كمان. عموما في خبرنا التالي، كاتب سعودي يزف خبر زواج ابنته من ألماني لمتابعيه ويرد على منتقديه، هذا عصر الإنسان وليس القبيلة. كلام حلو. كلام حلو، لكن هل يطبق على أرض الواقع؟ ما هو طبقه خلاص، هو استاذ محمد هو طبقه، برافو عليه. يعني حلو انه هو قدر يواجه المجتمع، قدر يواجه الناس. الناس طبعا ما راح تخلي احد في حاله، بس الحلو انه هو تقبل كلامهم سواء كان سلبي او ايجابي ورد عليهم. طيب عموما خلينا ناخذ معنا الاعلامي محمد ابو الخيل ابو العروسه، كيف حالك يا استاذ محمد؟ مرحبا، اهلا وسهلا بك. طبعا الف مبروك، نبارك لك زواج ابنتك غاده من الياس روكنباخ. الله يبارك فيك. في البدايه ايش اللي دفعك انك تنزل الخبر على تويتر، برغم انه في كثير ناس بيزوجوا بناتهم الى اجانب ولكن مو الكثير يصرح بهذا الموضوع، انت اعلامي وصرحت في هذا الموضوع وكمان نزلته على تويتر؟ يعني هو الواقع هو خبر عادي على اعتبار ان الناس دائما يعلنون اخبارهم السعيده اكيد مع الاخرين ويتمنون انه يعلق لي يصير في دعاء ويصير في نوع من المباركه واعلان الخبر للناس الاصدقاء والاقارب، حتى انه ما يصير في شعور انه احد يقول ما عندي خبر او شيء من هذا، فاخترت التويتر لاني انا موجود في المانيا. لكن مش عشان لسبب انه يعني فقط للاشهار، بس فقط انه انك تقول للناس يعني. لا ما فيها، يعني اعتقد انا شخصيا اعتبر هذه قضيه بسيطه وقضيه شخصيه، يعني الواحد يتزوج اللي هو يبي، يعني ما فيها مساله. وكيف لقيت ردود الفعل استاذ محمد؟ كيف كانت ردود الفعل؟ يعني كثير منها كانت جيده، انا بقول يمكن الغالب فيها تجاوز على الاقل، يمكن على الاقل في تقديري اكثر من 80% من ردود الفعل كانت جدا ايجابيه. جميل. يعني طبيعي يكون في ناس سلبيين، يكون في ناس يعني يشعرون يعني عندهم تحفظ اكيد لاسبابهم الشخصيه، هذا اسبابهم، لكنه هذا طبيعي يكون في الناس،
قليل من الناس تتفق على أي شيء معين في الحياة. أكيد لازم يكون في ناس عندها رأي مختلف وهذا طبيعي. أستاذ محمد، يعني أنت من أحد الرجال اللي أرفع له القبعة تحية واحتراما وتقديرا، لأنك ما التزمت بشيء معين حدده عليك المجتمع اللي حواليك. أنت رديت على بعض الجمهور أو بعض الانتقادات اللي جتك بأنه هذا عصر الإنسان وليس عصر القبيلة، لو توضح لي إيش كان مقصدك؟ هذا صحيح. شوفي، يعني في السابق كان الإنسان يحتاج القبيلة لأن القبيلة تمثل له جزء من الضمان الأمان. اليوم احنا في دولة لها منظومة أمنية، لها منظومة اجتماعية، دولة اليوم هي تحمل، ما عاد القبيلة تحميهم. أكيد طبعا. وبالتالي المواطن صار الآن الدولة تعطي شيء مهم جدا يختلف عن القبيلة، الدولة تعطي الفرد خياراته الشخصية، في حين القبيلة لا، تفرض عليه خيارات صحيح. القبيلة وأنماطها وطريقتها. فأنا أقول أن الآن احنا لازال مجتمعنا يعني في مرحلة، ربما إلى حد الآن هو في مرحلة انتقالية من عهد القبيلة إلى عهد الدولة. فطبيعي يصير فيه تحفظات على بعض. أكيد طبعا النشاطات اللي يقوم بها الفرد يعني. وإحنا والتغيير حادث لا محالة، سواء اليوم وفي الأخير هذه حرية شخصية، يعني أهم شيء أنه الواحد يكون مبسوط، يعني أهم شيء سعادة الفتاة. لا شك أن حرية شخصية وخيارات وقناعات. أكيد طبعا. الإعلامي محمد أبا الخير، ألف مبروك مرة ثانية، وبالتوفيق لغادة في حياتها الجديدة مع زوجها. مشاهدينا، إحنا هنطلع فاصل وحنرجع نكمل باقي فقرات برنامج سيدتي. هل أنتم من الناس اللي يتكلمون مع أنفسهم؟ في دراسة حديثة تدعوكم للتحدث إلى النفس، فكيف ذلك ولماذا؟ في التقرير التالي. ينشغل بعض الأشخاص بالحديث مع أنفسهم في معظم الوقت عن أمور تخص حياتهم الشخصية أو أعمالهم أو مشاريعهم المستقبلية، وأحياناً يكون ذلك الحديث بصوت مرتفع. الحديث مع النفس لا يشير إلى أنك شخص تشعر بالوحدة، بل تشير إلى أنك تستخدم عقلك إلى أقصى الحدود. فالحديث بصوت مرتفع يحفز العقل ويجعلك ذو قدرة أعلى على اتخاذ القرارات وحسم الاختيارات بصورة أدق. فإن كنت منهم فلا تقلقي، فأنت تتميزين بنسبة ذكاء ونجاح على الصعيد المهني والعملي كما أشارت الدراسات المؤخرة. فما رأي المختصين بهذه الدراسة؟ مناقشة هذا الموضوع، خلونا نرحب بضيفنا الدكتور محمد المدني، مدرب بالترفيه في تعزيز القدرات. أهلا بك دكتور محمد. أهلا وسهلا، نرحب فيكم وفي الأخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات. أهلا وسهلا بك. إيش رأيك في هذه الدراسة؟ التحدث إلى النفس قد يجعلنا أكثر نجاحا، ما مدى صحة هذه المعلومة؟ هو طبعا يعني يمكن يتوقف على طريقة التحدث مع الذات ومناسبة التحدث مع الذات. طبعا دائما في حاجه اسمها يقول لك افكر بصوت عالي، يعني التفكير بصوت عالي اساس ان هي اساس مصدرها يعني تصغيها بانه انا بتكلم مع نفسي. طبعا انا ما اشوف حرج ان الانسان يتكلم مع نفسه، وفي الواقع انت اساسا احنا بنتخذ قرارات سريه كبيره جدا في اليوم. يعني انا اتوقع اي احد فينا بيتخذ لا يقل عن من 20 الى 30 قرار يومي. صح. بالصمت، يعني بمعنى انه بينه وبين نفسه اروح من هنا، لا خليني اروح هنا في الاول، خليني اكل هذه يعني حتى على الاكل بتتخذ يمكن لا يقل عن 6 قرارات مو اكثر، يمكن اكثر. ايوه، خاصة مثلا يعني قرار ان انا اشرب مويه في وقت معين هو قرار طبعا باشارات من المخ وكذا، لكن في النهاية هو قرار.
فالتحدث مع الذات مهم جدا، خاصة الإنسان لما يعني ما راح أقول يجلد نفسه، نتكلم على 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 التأنيب. التأنيب الذات مهم جدا في، والتحدث مع الذات له دور كبير في هذا الموضوع. لكن التحدث مع الذات له مصادر كثيرة يعني. وأنا كنت جايب شكل رسم بياني. أيوة. فالتحدث مع الذات هو مصادره خمسة. طيب. أوكي، نسميها التحدث مع الذات أو نسميها البرمجة الذاتية. أيوة. أوكي. أول حاجة إحنا طبعا خلينا نتفق على مبدأ أنه الطفل من أول ما يولد، من بعد تقريبا سنتين ثلاثة سنوات لما يبدأ يعي، لين عمر سبع سنوات تقريبا بيستوعب كل الأشياء المهمة في البيت، يعني بياخد كل المعلومات اللي محتاج يعرفها في الحياة. صح. وبعدين من بعد ما يبدأ يختلط بالعالم الخارجي ابتداء من خمس سنوات أو ست سنوات فما فوق، يبدأ يعمل أبليكيشن زي التليفون لما بتشتريه بتنزل فيه برامج تبغى تشغليه، فهو يبدأ يشغل برامج بعد ما يطلع من عمر سبع سنوات. فبرمج نفسه على حسب البيئة اللي كانت موجودة فيه، اللي هي يمكن أحد عوامل برمجة الذات اللي هي الوالدين. فيروح برا، وبعد ما يرجع من برا يبدأ ياخذ مفردات برا ويجيبها البيت. الآن إذا الوالدين استوعبوا هذا الكلام وقبلوه اللي جاي من برا اللي حنفترضه انه ايجابي، فحيستمر فيه ويصير يعزز ما تعلمه واللي تعلمه من برا، وما في كونفليكت بين الاثنين. حلو. الاشكاليه ما هي هنا، الاشكاليه لما نجيب كلام غير مقبول داخل البيت. مزبوط. فممكن الوالدين يوافقوا عليه حتى لو كان سيء، او يأيدوه حتى لو كان، او يعترضوا عليه ويبدا يقولوا له مثلا لا المفروض تقول كده والمفروض ما تقول كده. يعني احيانا لما الطفل الصغير يجي مثلا يسب اخته مثلا، احيانا الوالدين يقولوا ما شاء الله تبارك الله شوف كيف سب، يعني بدا يتعلم السب. ما شاء الله تبارك الله فرحانين وبدا يسب، فرحانين يعني انه بدا يسب، انه يعني تعلم وبدا يسب، او شوف كيف بيسب، او ما شاء الله كيوت انه بيسب. يعني صدقين طبعا طبعا في اكيد. لان شوفي كيف تنمو نزعات الخير ونزعات الشر. أيوه. هي تبدا من الاسره. صح. يعني انا مثلا لما ابني يعمل حاجه سيئه برا واجي انا ايده فيها، معناها ان انا بعزز السلوك العدواني داخله. لما نقول ليش ما ضربته ترى ما ضربك. أيوة. معناها ان انا بعزز ثقافه اضرب. أيوة. اللي يضربك دي طبعًا. انا موجود ليه هذا غلط محمد. اكيد لما نقول لي ولدي اللي يضربك اضربه وكسر راسه طبعا كمان. خطا. ليش ما اقول له قول الله يسامحك يا دكتور محمد، هذا زمان. شوفي بقول لك على شيء، كلنا فينا نزعات خير ونزعات شر. ما في احد مننا بيولد زيرو نزعات خير وزيرو نزعات شر نهائيا. نزعات الخير ونزعات الشر بتبدأ من الأسرة. صدقيني اللي أنا بقول لك عليه، يعني ما أظن كل العوائل في العالم بيقول لي يضربك اضربه، لأن المشكلة لما أقول له اضربك اضربه بضربه بإيش؟ ممكن تخليه يضربه بحجر. لا يضرب نفس الطريقة. طب إيش دراك أنت إيش يضمنك إن ابنك أو اب أو ابن لا أو الابن؟ هي تربية دكتور لو تسمح لي، يعني هي الفكرة تربية. يعني مثلا اللي يضربنا إيش نسوي فيه؟ ندفه ونقول للمعلمة مثلا. لا ليش ما اقول ليش ادف ليش ما اقول المعلمه في الاصل؟ لان المعلمه ما هتاخذ حقها، فهي لازم تاخذ حقها. ممكن الاب والام يروح ويراجع. شوف انا يمكن انا ماني قاعد اتكلم كلام مثالي، انا اتكلم على شيء سلوكي ومش بالضروره يقنع ناس كثير يعني. أيه. لكن من المفترض انه اعلم ابني على تحجيم السلوك العدواني داخله. حلو. بصرف النظر عن الاليه، يعني انا مثلا ممكن اقول له اوكي يمكن كلمه الله يسامحك يعني ما بنسمعها كثير، لكن ممكن اقول له نفس الجمله بطريقه مختلفه، بحيث انه الـ 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 الاب والام يعودوه على انه ما يغذي السلوك العدواني فيه. وهنا يبدا لذلك العقل الباطني بيتغذى بهذه الاشياء. صحيح. فذلك لما اجي اتكلم مع نفسي اللي هو موضوع الحلقه. أيه. اليوم اتحدث مع الذات باي اسلوب. أيه. وهذا نقطه مهمه جدا. يعني اتحدث مع نفسي باسلوب ايجابي ولا اتحدث مع نفسي باسلوب سلبي؟ باسلوب سلبي. في الحالتين هو التحدث مع الذات، مش بالضروره طبعا. انت قلت طبعا، ربما انت تقصد انه طبعا، بس مش بالضروره. دكتور محمد دائما عندهم يعني لما يجوا يتكلموا مع ذاتهم، أنا ليش عملت؟ أنا ليش افتركت؟ أنا ليش يعني عملت كده؟ لوم النفس. بالضبط. في ناس عندهم حوارهم مع ذاتهم طول الوقت في جلد للذات. صحيح. طول الوقت أنا مثلا أحس أنه أنا ليش عملت كده؟ ليش اتهورت؟ ليش ما قلت كده؟ جلد الذات. والله شوف أنا يعني عندي قناعة صراحة في الحياة، وأنا والله بطبقها للأمانة، أنه
أي شيء ما كان لي يد فيه دائما ما أركز فيه كثير. يعني أي شيء حصل لي مهما كان سيء مشكلة مالية اجتماعية نفسية سلوكية وتأثر إيش ما كانت دائما أقول هل يعني التفكير فيها كثير في شيء مضى غير مبرر، لأن أنا بضيع وقت وجهد وذهن وإرهاق ذهني في نتيجة ما راح أوصل لها. فبدل ما أفكر في الشيء اللي فات الحظت قلتين ليش ليش ليش، طب ليش ما أفكر بطريقة أن أنا ليش ما أفكر بالطريقة أن أنا أعدل الشيء اللي صار. وهذه الطريقة المفروض أنه نتبناها، لأنه شوفوا بقول لك على شيء الحين، برمجة الذات أو التحدث مع الذات اللي نسميها برمجة الذات، إحنا ممكن نسوي برمجة الذات حتى في تغيير السلوك في الليل، وهذا إحنا نسميها 5-21 أو 3-21. هذه نظرية؟ نظرية، يعني ما هي نظرية من النظريات اللي العلمية المعروفة، بس هي طريقة برمجة قد يختلف أو يتفق عليها أحد، لكنه مجربة. إن الإنسان ممكن يغير من أسلوكه لمدة يغير سلوكه لمدة في مدة 21 يوم إذا استمر على التكرار في قبل لحظات النوم أو السبات. تعرف إحنا كلنا من ننام عادة نتقلب في السرير يمين يسار على ظهرنا على بطن على كذا لين نشوف الطريق اللي إحنا متعودين ننام عليها، وبعدين خلاص ندخل في النوم. يا سلام عليك، لما أدخل في لحظة الدخول في النوم يحتاج لك يمكن دقيقة دقيقتين ثلاثة دقائق تتردد الشيء اللي أنت تتمنين يكون موجود فيكي، أو ترددي الشيء اللي انت تتمنى تتخلصين منه. بس بشرط ان تكون متواصله ليليا 21 يوم، ولو انكسرت لازم تبدا من جديد. بعد الاسبوع الاول ما بيشعر الواحد بالتغيير، بس صدقيني بعد العشر ايام التو ويكس يشعر الانسان فعلا انه تخلص او اكتسب سلوك ايجابي لو كان بيكتسبه، او تخلص من سلوك سلبي. بس لو لاحظنا في برمجه الذات، شوف عندنا هنا في الرسم اللي احنا ما تكلمنا فيه شويه، عندنا هنا الوالدين والأصدقاء والنفس نفسك والميديا والإعلام أو البيئة والمدرسة. هذول 5 أشياء مهمة في برمجة الذات. أنا صراحة دائما أقول مفتاح نجاحي ومفتاح تعاملي مع الحياة في جيبي. يعني أنا دائما أعتبر نفسي عبارة عن حياتي عبارة عن خيمة وأنا عمودها، والأطناب أو الأوتاد اللي خارج الخيمة عبارة عن أصدقاء أصحاب كذا. لما بتيجي عاصفة هواء اللي هي شيء يعني مشكلة جتني وكذا، صحيح الأوتاد ما حلقها كلها، في هواء حيطير بعض الأوتاد وحيبقي بعض الأوتاد أو الأطناب. فبالتالي كل ما دقيت الوتد الخارجي بشكل جيد حيثبت. وهذول الأشياء اللي أنا ممكن أتحدث مع نفسي وأتحدث معهم بحيث أنه يكون لي عون. فلذلك أنا دائما ما صراحة أعتد بالآخر كثير، قد يكون قصور في شخصيتي أن أنا يعني لا بس ما بستشير كثير، ما بعتمد على ناس كثير، ويمكن يعني زي ما قلت لك ما عندي مشكلة لو سمي قصور فهو قصور، إنسان غير كامل. لكن ريحتني مخفف علي الأعباء ومخفف علي الضغوط الخارجية، وما أعتقد تماما أنه مفتاح نجاحي في جيبي، ما هو في جيب أحد. ودائما أنا أعرف أن اللي أبغى أوصل له بمساعدتي ما في مشكلة، يعني استشارة بس أنا أدعي وكذا، وإن شاء الله ربنا أنه أنت تساعد نفسك بنفسك وما تعتمد أنه ممكن يكون عندك أصدقاء دائمين. قصدك كده أستاذ؟ لا، عندي أصدقاء دائمين بس ما أعتمد عليهم في مسار حياتي. مزبوط، هذه نقطة مهمة، لأن في ناس واحد يقول لك مثلا أنا تعبان محتاج صديقي راح أتكلم معه. أيوه يا أخي تكلم مع نفسك. يعني أنا ما أعتقد أنه يعني حتى توسيع نطاق مشكلتي في تصور الشخصي أنه غير مبررة ومؤذية يمكن لي أكثر من غيري، لأنه وهي طبع ناس. يعني أنا مثلا أكره واحد يجي يقول لي مثلا يا حرام مسكين ليش، فاهم قصدي؟ فعشان أتجنب هذا الشيء ما أشتكي. صح. دكتور محمد لو تسمح لي بس عشان نوضح حاجة، إيش الفرق بين الحديث مع النفس بصوت مسموع والحديث الباطني مع الذات؟ إنه أنت تكلم نفسك بعقلك، مو شرط إنه صوتك يكون مسموع. أنا ما أظن في فرق كبير بينهم، بس هو يعني يمكن لو اعتبرنا إنه الحديث اللي بالصوت تفريغ شحنات أتوقع، يعني لأنه الصوت بيكون عالي في دوي. أيوة طبعا ففي تفريغ شحنات توتر ربما، زي مثلا واحد يقول لك نفسي أصرخ
بدون سبب، بس يكون في ضغوط نفسية عليه يقول بس أبغى أصرخ، أبغى أصرخ، أبغى كذا، أبغى أبكي، هي عبارة عن تفريغ شحنات توتر. لكن الحديث مع الذات أكيد أنا بتكلم مع نفسي باستمرار. يمكن طيب. دكتور محمد لو تبغى تجلد ذاتك أو تبغى تأنب نفسك على غلطة أنت عملتها بينك وبين نفسك، يمكن أفضل أنك أنت تقولها بصوت عالي عشان تفضل الكلمة رنانة في إذنك، مو زي لما تتكلم بينك وبين نفسك على حاجة مثلا إيجابية أنت تبغى تجيبها. والله سيدة غزال شوفي، يعني أنا بقول الأمانة هذه ما فيها قواعد ثابتة، ما فيها قواعد، لا هي حسب طبع الإنسان. يعني مثلا الشخص اللي تلقيه كتوم في العادة يتكلم بصوت واطي، يتكلم بصوت واطي ولا إذا حكايتي يعني مثلا، ولا يعتمد على الآخر في أي شيء أبدا، حلو، ويحاول يكتفي بذاته. طبعا في ناس أفضل مني حتى في هذه العادة، لكنه دائما الشخص اللي يحب يعني يظن أنه قدرته الذاتية كافية بأنه يعني يمشي أمور حياته. صح. فتلقي في الحالة هذه في أغلب الأحيان تجديه يتحدث مع نفسه لأنه ما عنده عادة يقول لأحد، وبالتالي ليش أرفع صوتي؟ ما هي شيء نفسي. أنا برفع صوتي كأن يعني إنه بيضطر إنه يعتمد على نفسه في كل شيء، بيصير يتكلم حتى الكلام إنه يتكلم مع نفسه. زي ما دحين قلت إنه بيصير يعتمد على نفسه، هذا ما تعتبر شوية عزلة عن العالم، عن الواقع الخارجي، لأنه مصاحب أنا نفسه. أنا ماني معتزل، وبالتالي أنا هنا معكم، فأكيد ما عندي عزلة أبدا بالعكس. بس دكتور محمد أنت مثلا ما شاء الله باين عليك إنك أنت شخصية هادية، يعني رايق، فممكن أنت حتى وأنت بتتكلم مع نفسك ممكن تكون بصوت واطي، بس في ناس ممكن مثلا تكون مرة زعلانة من نفسها أو غضبانة من موقف، تلاقي تقول توقف في المراية، أنا ليش عملت كده؟ أنا كان المفروض ما أعمل كده، حتى لو كانت هادية. والله أنتم شايفين رايق. إيه؟ يعني في لأن ما تعرف كيف يعاقب نفسه قدام المراية. لا يعني في طبعا اكيد، يعني طبعا الواحد الانسان كل ما يمر يتقدم بالسن بيفقد تمبر اكثر، بيكون عصبي اكثر وكذا، بس انا ماني اهدى، ماني هادي زي ما انت متوقع تتوقعين، لا طبعا. لكنه هي بس هي الفكره بانه كيف يتعامل الانسان مع نفسه، كيف الانسان يواجه ظروف نفسه. يعني انا زي ما قلت لك انه أعشق الإنسان اللي يعتمد على نفسه. صحيح. ودائما أنا بقول إن الإنسان يحاول بقدر الإمكان، يمكن قلنا المرة الماضية أظن أو ما قلته، إنه الإنسان يحاول يعود نفسه يسوي الشيء اللي ما يقدر عليه، مو الشيء اللي يقدر عليه. صحيح. وهذا نقطة مهمة جدا في هذا الموضوع. طب دكتور خليني كمان أرجع لموضوع نتكلم مع النفس ونتكلم مع الذات بصوت عالي، أيهما تفضل، بإي أو لا، أتحدث مع النفس بصوت مسموع أو الحديث مع الذات، أيهما أفضل ويعود بالنفع على الشخص؟ ما في صراحة أفضل، يعني ما في كل واحد شخصيته بشيء وما أعرفه. يعني أنا اللي أنا أعرفه إنه حسب طبع البني آدم، حسب طبع الإنسان، يعني مش متقيدين في شيء معين. لا يعني ما أظن ممكن أتكلم بصوت عالي في مرة وأتكلم بصوت واطي مرة. طيب يعني دكتور محمد إحنا مكملين طبعا معاك، لكن رح نطلع فاصل مشاهدينا وهنرجع ثاني. رجعنا لكم من جديد مع دكتور محمد المدني والحديث مع النفس. دكتور محمد تكلمنا قبل الفاصل انه في كثير ناس ممكن يتكلموا مع نفسهم ويجلدوا ذاتهم، لكن الحديث بشكل عام ينقسم لناحية إيجابية وناحية سلبية. صحيح. الدراسات بتثبت هذه النظرية ولا لا؟ بالتأكيد، يعني احنا قلنا قبل فقرة قبل الفاصل انه التحدث مع ذاته اصلا نوعين، نوع إيجابي ونوع سلبي. وهم وفي كل الحالات أنا بغذي عقل باطني، بغذي عقل باطني بالسلبي أو بالإيجابي، والسلبي بيدفعني أن أنا أتصرف بسلبية إذا غذيت العقل باطني بالسلبية، والإيجابي بغذي عقل باطني أن أكون إيجابية. وأنا جبت معاي اليوم هذه اللعبة. هذه اللعبة طبعا عبارة عن قطعتين في بعض. أوكي. طبعا أنا ممكن أسويها بس كذا على أساس أن ما حد يبان إيش هي، قطعتين بهذا الشكل. أوكي. ففكرتها ببساطة أنه كيف أخرج ما يبغى يورينا هي عن بعض. بس خلينا يعني أوصل لكم فكرة معينة في هذا التمرين. التحدث مع الذات هنا في هذه الحالة لابد أن يكون إيجابي. طبعا كيف يكون إيجابي؟
انا مثلا انت لازم تقولي انا ومحمد واحد، هو بشر وانا بشر، هو بني ادم وانا بني ادم. صحيح. الفرق بينه وبينه حاجه واحده، الاكسبيرينس او التجارب او المرات او التعداد او التكرار، لكن ما هو دافع ان انا ما احل. فالمفروض ان لو لكن في المقابل لو قلت اعوذ بالله كلها تشبه بعض، لا يمكن هذه تنحل، انت قاعد تلعب علينا. صح. هذا دافع قوي جدا. صح. لا ما لا ما شاء الله. فمن في الحاله هذه لا يمكن حلها. فانا لازم لكل ما اتكلم كلام ايجابي يهديني اكثر. إيه؟ ويوسع مدارك اكثر ويساعدني على ايجاد الحلول اكثر، والعكس صحيح. انا حفكها يا دكتور. أكيد. بس انا دحين انا عشان معاك في الهواء وبشتغل فماني مركز، لكن حفكها بعد الهواء. اكيد طبعا، لانه اللي فكها ما احسن منك ولا اقل منك. وواحده حلتها هنا ما شاء الله ترى صاحبتي. اوكي والله العظيم فكيتها اصلا في الفاصل. بس ايش كنت بتقولي لنفسك؟ ايش الطاقه الايجابيه او الشيء الايجابي اللي كنت؟ اول شيء هو باين، يعني لما لو دققت شوي اعطيتيها نظره بدقق انا راح راح يبان انه في هنا مساحه اوسع شويه. أيوة. من كل شايفتها بس ما فانت تيجي هنا. انا هفكها، ما هي صعبه علي. شرايك فيها يا دكتور؟ لا ممتازه طبعا، نفس المنطق لا نصل. بس برضه في المقابل لازم اقول لك نقطه مهمه. حتى لو كان الفاصل موجود، الفاصل ما هو مخصص، الفاصل موجود لنا احنا الثلاثه وقدراتنا متفاوته. هي الفكره بانه كيف اوظف ما افكر فيه، لانه في نظريه بتقول وات يو ثينك از وات يو جيت، او ما تفكر فيه تحصل عليه. بس هو المفروض انه احنا بشكل عام حتى في علاقاتنا الاجتماعيه في حياتنا بشكل عام انه نطلع على كل الابعاد في الشيء. يعني مثلا زي هذا الصندوق اللي انت اعطيتني، هو بحثت في كل ابعاده انا قبل لا اقرر كيف انا ممكن استخدم او احاول افتح هذه الجهه او افتح من هذه الجهه. مو هذا اللي المفروض يصير في علاقاتنا بشكل عام؟ بالتاكيد. خليني اعطيك مثال بسيط. احنا كبشر نظرتنا 180 درجه. انا لو وقفت كذا واي شخص واقف هنا او واقف هنا لازم اشوفه كيف بيسوي. هنا وهنا. بس للاسف زي ما حضرتك قلتي اغلب نظراتنا زي الليزر ضيقه جدا. صح. وبالتالي ما بنشوف المناظر اللي اللي اللي, اللي جنبنا. يعني لو اعطيكي مثلا مثل بسيط مثلا. لو جينا اخذنا ورقه زي كذا على سبيل المثال نشوف على هذا الحال بهذا الشكل وحطيتيها في اي زاويه، ممكن في الزاويه الشيء اللي حطيتيه في الزاويه يكون سيء جدا، فهتقعد تحكم على الشيء السيء اللي انت شايفته في هذه الحاله. نعم. فزي ما حضرتك قلتي محتاجين فقط نسوي زي كذا 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 كذا، وبالتالي وسعت المدارك. النظره واحده ولكن الشموليه اكثر. ولو كان في الزاويه الاولى المشكله موجوده حتركزي في المشكله بشكل كبير وحتكوني سلبيه في تفكيرك بشكل كبير. حلو. لكن لما بتطلع لفوق اكثر بتشوف المشكلة موجودة، ولكن عشان وسعت الدائرة أصبحت المشكلة عندك تمثل نسبة أقل. صح. يعني بعد ما كانت بالنسبة لنظرة العين أو النظرة محدودة بدل ما كانت نص النظرة أو ربعها، لما توسعين تصبح يمكن 10% أو 5%. وبالتالي بيساعدك أنك تشوف الأشياء الجميلة اللي جنب المشكلة. بالزبط. ويريحك نفسيا وبالتالي تحليها. لكن لما تركز فقط في المشكلة فقط 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 وبالتركيز، خاصة لو كانت مشكلة صعبة لا يمكن تنحل. طب دكتور خليني كذا بداية عشان أخذت عفوا في الأخير كذا عشان أخذت معك بنقاط، كيف هي الطريقة الصحيحة اللي أنا أقدر أتكلم فيها مع نفسي أو مع ذاتي، وبأي يعني إيش هي الخطوات المتبعة في هذا الإجراء؟ شوفي أول حاجة أنا والله حتى يعني في نقاط علمية فبذكرها على السريع. إن شوف طبعا في هذا في فرانك أتولو كان بيقول في أحد كتبه، طبعا يعني ممكن تحدث مع الذات سلبيا صدقين حتى يقود للاكتئاب. حتى يصير الإنسان عنده اكتئاب لما يتكلم عن نفسه بطريقة سلبية. راقب أفكارك لأنها ستصبح أفعال. صح. وراقب أفعالك لأنها ستصبح عادات، وراقب عاداتك لأنها ستصبح طباع، وراقب طباعك لأنها ستحدد مصيرك. مظبوط. إذا الطباع هي اللي بتحدد مصير. طب من فين تنشأ الطباع؟ في البداية فكر. بالضبط. الفكر لفعل، والفعل العادة، وعادة لطباع، وطباع
صحيح. يعني الواحد لما يؤمن بحاجة سلبية دائما ودائما يعني يقول كده أنا حيصل لي هذا الشيء، حيصل له الشيء الغلط، حيصل له الشيء السلبي. يعني ممكن مثلا يكون زي كتاب The Secret اللي هو كيف أنت تقدر تجذب الطاقة الإيجابية وإنك ترفض الطاقة. والله شوف أنا بقول لك يمكن هذا موضوع يمكن يبغى حركة ثانية، لأنه قانون الجذب الناس ما يعرف كيف تطبقه أصلا، لأنه وأغلب الناس بيقولوا خرافة، لأنه آلية تطبيق القانون خطأ. ما هم عارفين، أعتقد إن أنا لما أفكر في سيارة بتجيني السيارة، هي ما هي كده. لازم يعني كده حد بنبالغ ممكن نكون أي أو أفكر عمارة مثلا ب 15 دور وأنا أساس دكتور. ممتاز ممتاز فكيتها لازم فكيتها. الحديث معك حفزني ففكيتها ممتاز. لا هو أنت حفزتي نفسك، لأنه التحفيز الداخلي أهم من التحفيز الخارجي. أكيد. وهذا برضو يمكن حتى اللي يسمعونا مهم جدا اللي عندهم أولاد، لما يكون عنده ابنه أو بنته دائما يقول له سوي هذا عشان انت تتعلم وتستفيد، بدل ما يقول له سوي هذا عشان اجيب لك شوكليت. صحيح. هذا يسموه تحفيز داخلي احسن من اكثر فعاليه من التحفيز الخارجي. دكتور محمد المدني الحديث معك كما قلت وساظل اقول لا يمل. شكرا لتواجدك معنا في سيدتي. شكرا شكرا لكم. شكرا. مشاهدينا فاصل مكمل معكم باقي فقرات سيدتي. الأمر المتسلط ما له وما علينا نشوفها في التقرير التالي. ليس البشر متشابهين في التعامل، منهم الصالح والطالح، لكن سند الفتاة دوما في ولي أمرها، سواء الأب أم الأخ أم أيا كان. نجد هناك الكثير من أولياء الأمور الذين يرفعون من ثقة فتياتهم ويخففون من ضغط الحياة عليهم، لكن بالمقابل هنالك البعض منهم ما زال متسلط ويكون سببا رئيسي لمشاكل القلق والكآبة لبناته، من حرمانه لهن من حقوقهن في العمل والحياة الكريمة. فلمن تلجأ تلك الفتاة؟ وماذا بإمكانها أن تفعل حتى تتمكن من ممارسة حقوقها الطبيعية دون حرمان لها منها؟ للحديث أكثر حول هذا الموضوع ينضم معي في الاستوديو الدكتور عواد الذايدي استشاري طب أسرة ومجتمع. أهلا بك دكتور عواد. أهلا وسهلا فيكم، الله يعطيكم العافية. دكتور عواد، طبعا نشوف الآن في الفترة الأخيرة أو من زمان دائما ولي الأمر بيتسلط على الفتاة، سواء كان أب سواء كان أخ سواء كان زوج أو خال أو عم، أي أحد يكون ولي أمر. طبعا بعض بعض من أولياء الأمور. هل هناك حلول نفسية واجتماعية ممكن تساعد في إيجاد حلول للولي المتسلط، أم أنه لازم الفتاة تلجأ في الأخير للأسف للقانون؟ طيب احنا نقول قبل القانون، طبعا القانون له أهله، لكن احنا بنتكلم على الأمور الاجتماعية الأولانية. مثلا احنا لازم أولا نعرف سبب التسلط كان ليش، يعني هل عنده هو مشكلة نفسية أساسا الولي هذا، سواء أخ أو أب أو غيره. احتمال احتمال يكون هو عنده أساسا مشكلة نفسية. مزبوط. قد يكون هو مورس عليه نفس التسلط هذا سابقا، فسوى عنده مثلا ردة فعل بحيث أنه بدأ يتسلط على الأولاد والبنات. نركز على البنات أكثر، لأن الأولاد ممكن لهم حلول أخرى يعني يطلعون فيها، أو أعراف وعادات وتقاليد. أو أعراف وعادات وتقاليد برضو. نعم، ممكن يكون مدمن. ممكن يكون متطرف، تطرف. صح. ديني. صحيح. التطرف الديني برضو هو عموما احنا نقدر نقول ان ما في شخص سوي ممكن يفرض التسلط القاسي. احنا يعني التسلط لازم نعرف وش التسلط، يعني ايش التسلط، يعني لا يعني احنا لما بنقول مثلا حرص الاب على ابنائه وبناته ما نعتبره تسلط الى حد ما، لكن لما يتجاوز لسلب حقوقهم، منعها من وظيفه، منعها من زواج، اخذ راتب احيانا يعني ممكن يكون سبب مادي، ممكن يكون سبب مادي غير انه يكون سبب نفسي او ادمان، او ممكن يكون سبب مادي. هذا التسلط. هذا هو التسلط، لما يتجاوز على مصلحتها، يتجاوز على حقوقها اللي يعني سمحت فيها الدوله، سمح فيها الدين، وسمح فيها العرف برضو الان. فانا اعتقد ان فيها المرحله هذه قبل يعني لا نذهب للقانون، رغم ان في كثير حالات يمكن ما يحلها للقانون يعني. مزبوط.
ولكن ممكن يعني إذا كان أخ، فلنفرض أنه كان أخ، قد يكون أخ ما يكون أب ممكن. المتسلط ممكن الأب أنه يتفاهم معه، أحيانا يكون الأب كبير يعني رجال في الثمانين في التسعين أو متوفي لا قدر الله، أو متوفي الأخ يكون هو اللي هو اللي هو الولي أو هو المتسلط. وعلى فكرة أنا أشوف حالات كثيرة الأخوان هم المتسلطين أكثر. الأخوان صحيح. تعرف إيش اللي يعور القلب أكثر شيء دكتور زايد عواد سوري؟ لما تكون الأخت كبيرة نعم. ويجي واحد لسه تو دخل السن القانوني صح. ويبدأ يفرض عليها لا ما تسافري لا ما تدرسي لا ما تشتغلي لأن تقاليد المجتمع هنا القلب فعلا وقتها ينعصر ألم صح. لأنها هي تعتبر كأنه ابنها بالضبط. يعني لما تكون هي في الثلاثين مثلا وهو كان في عشر سنوات مثلا يعني تصحي المدرسة تلبسه يروح يجي يعني هنا فعلا هي زي ما ذكرتي هنا في ألم غير ألم تسلط، في ألم إنك كأنك أنت واحد من العيال يعني فاحنا المجتمع ودور المجتمع فيها اعتقد انه يعني لو فرضا قلنا انه الاخ هو اللي هو المتسلط الاخ اكيد هذا انه له اعمام، لو قلنا فرضا الاب متوفي او يكون كبير احيانا احيانا الاب يكون ممكن في الثمانين في التسعين يعني ما عاد له سلطه او انه يعني صحته ما تساعده صحيح. فيكون الاخ غالبا اكثر تسلطا لانه اقل على فكره ترى مهما كان الوالدين دائما فيهم رحمه، هذه فطره من الله يعني صحيح. الرحمه موجوده في قلوب الوالدين ولكن عاد احنا يعني نقول ممكن ان في اسباب زي اللي تطرقنا لها قبل شوي ماده ادمان وتفر يعني ممكن هذه تنزع شويه الرحمه اللي موجوده ممكن احيانا ترى يكون خوف زايد اي صح نعم. حرص زايد على الابناء حرص زايد نعم. ممكن يكون حرص زايد يعني في على سبيل المثال يعني في بعض الناس المفروض انه طبيعي شكلا قدام الناس ممكن يرن تليفون البيت هو بباله اول ما يجي بباله في خبر سيء بيبلغوني عنه فهو شخص قلق اصلا شخص متخوف يعني هذا عنده مشاكل نفسية. هذا عنده مشاكل نفسيه هذا نعم نفسية. هذا يحتاج انه يتعالج هذا نعم. هو بنفسه يحتاج انه يتعالج حنا فلنفرض ان الاسباب الغير طبيعيه هذه كلها مش موجوده شخص المفروض انه طبيعي ولكنه متسلط لا اعتقد انه الاب هذا او الاخ هذا اكيد له اخوان له اقارب له مجتمع محيط فيه بحكم ان احنا يعني دوله مسلمه ويحكمها برضو شرع الاسلام ممكن يعني ممكن يتجه الى مثلا امام المسجد لو قلنا ان مثلا في منطقه ما فيها له اقارب ممكن يتجهون لامام المسجد احنا لو قلنا الان ما يعني المرحله اللي ما قبل القانون يعني ما بعد القانون والمشاكل يعطي له فرصته يعني يعطى فرصه لان بالعاده هو بالعاده المشكله ان الاسره اذا وصلت محكمه وشرطه وكذا صعب انها ترجع زي اول طبعا صعب شرخ يصير شرخ فيها طيب دكتور عواد خليني اسالك هذا السؤال بحكم كمان نفس المثال اللي اطلقته غزل قبل شويه وقالته غزل انه يكون شخص اصغر مني بحكم انه دخل السن القانوني بدا يتسلط علي هل هو شعور بالنقص لانه لدى البعض في مجتمعاتنا العربيه كثيرا الاعتقاد انه الولد لازم يكون ولد لما يقول لا لازم صح. تسمع كلمتي هو جالس حاطط رجله على رجل ما يساعد كذا صار اصبح رجل ايه؟ هل هو بسبب هذا العرف والتقاليد لدينا في المجتمع أعتقد هذا النقص نعم. ايه؟ اعتقد ان هذا جزء كبير منها اكيد هذا جزء كبير منها ولذلك تلقين بالعاده يعني الطبقات المتعلمه ما نلاحظ الشيء هذا الا ما ندر احيانا يكون في تطرف ديني تطرف ديني سبحان الله هذا ما له علاقه يعني ما قليل ما يتعلق يعني في علمه ومستوى معرفة لكن هذا نتركه برا شوي على لانه هذا الشخص انا برايي انه زي ما انت ذكرت اذا لجانا لامام المسجد ورضي فمعناته هو اصلا رافض كان من البدايه ليه؟ انت رضيت بعدين لما كنت متسلط لا ممكن على فكره ترى انت ممكن حتى امام المسجد او قريب او مثلا خال او عم يعني هو ما راح يقتنع بس مجرد انه كلمه قريبه وكذا ما هو لازم انه يعني يعطى تلميح انه ترى ما بعد الكلام هذا للقانون ما بعد الكلام هذا للمحاكم ولكنها تجي من شخص ثالث طرف ثالث افضل من ان الاخت مثلا او البنت يعني تراه مؤلم على فكره لما وحده يعني توصل لمرحله انه خلاص انا بوقف قدام ابويا في المحكمه يعني مؤلم جدا أكيد يعني قرار انا اعتقد انه ما توصل الا انه ولكن يعني بيكون خلاص اكيد بيكون الاب بيكون الاخ هو اللي اضطر هذه الفتاة نعم صحيح صحيح لانها تخرج عن صحيح هذا العصر صحيح ما في شك طب لماذا ما يكون مثلا القانون في البلد معطي الصلاحيه لولي الامر بانه يكون يمارس التسلط على بنته او على اخته او على وات ايفر يعني على زوجته يعني لانه بحكم انه هو ولي الامر فيملك زمام امورها يملك حياتها لازم اذن للعمل عشان اشتغل اخذ اذن ولي امري عشان السفر عشان اخذ ولي امري فيملك عشان كده هو حس انه هو لي له قيمه زياده عن اللزوم ولي له هو سلطه وحس انه بقيمته ممكن برضه ايوه صح انا حامارس هذه السلطه اللي منحتني هي البلد صح. عليك اعتقد ان الان يمكن احنا نتكلم خلال سنه او سنتين
أعتقد أن البلد انتقلت نقلة نوعية حقيقة. تمكين المرأة طبعاً. تمكين المرأة أشياء كثير. يعني بدأت الدولة فعلاً يعني تصير دولة مؤسسات، دولة نظام، دولة قانون. أعتقد أن الاتجاه الصحيح إحنا ماشيين فيه. التغير السريع أحياناً يعني في صعوبة من القبول من الناس، لكن أنا أشوف أنه يعني لما نتكلم إحنا قبل 4 أو 5 سنوات مثلاً ما كانت المرأة تأخذ حقها زي ما تأخذها اليوم. طبعاً. وأعتقد أنه بعد سنة أو سنتين بتأخذ برضو أكثر من اللي موجود الآن. ولكن ان يعني الانتقال السريع احيانا يسوي مشكله. بالضبط. دكتور عواد خليني اقول لك حاجه، هو هذا حقها الطبيعي كامراه في اي مجتمع في العالم. صحيح. طيب، وزي ما ذكر الكثير قبل كده انه هو موجود، حقك كامراه موجود، ولكن ما كان يطبق. صح. الان اصبح يطبق. هذه هي وهو ده وجه الاختلاف. صحيح. فقط. صحيح. لكن احنا الحين لما نحددها بشكل، اذا مثلا خليني أقول لك الدولة مثلا معطية مجال لأشياء كثير المرأة تقدر تسويها، أنا أقدر أشتغل، أنا بس في بعض المؤسسات اللي تكون تأخذ إذن ولي أمرك. أخوي يجي يقول لي ما زال بعض المؤسسات لازم تأخذ ولي أمرك، خصوصا في الوظائف الحكومية. نعم. لا أنا ما أعتقد أنه حتى على مستوى القيادة الآن أنه يقدر يمنعها. لا القيادة لا القيادة أنا أقول كمثال. لا هو ممكن يمنعها مش بالقانون. يعني كنوع من التعنيف، نوع من التسلط زي ما يعني بدينا الحلقة فيها. يعني أحيانا القانون يسمح لها. صح. إذا كان القانون ما يسمح لها هذا موضوع آخر، وممكن زي ما تفضلت. إذن حتى في التعليم. إيه؟ حتى في التعليم يعني ما تقدر الوحدة تدخل الجامعة ودراسات عليا إلا تأخذ إذن ولي أمرها. يعني ليش إحنا وصلنا؟ بس شوف برضو في المقابل إحنا نأخذ الموضوع من الناحية الإيجابية. إحنا الآن دكتور عواد صار عندنا سوشيال ميديا، يعني اي واحده ممكن بتتعرض للقمع ده تصور وترسل وانتهى الموضوع. صح صحيح صحيح. لكن هو الكلام، هل ما زال فيه قانون مع الرجل ايا كان، اخ او اب او ايا كان، هل ما زال فيه قانون معاه؟ اذا كان معاه قانون معناتها النظام معاه. احنا نتكلم لو كان ما معاه قانون. يعني مثلا زي قياده السياره مثل ما قالت عبير مثلا، ممكن هي ان النظام كان صريح، اللي يوصل عمره 18 يطلع رخصه. مزبوط. ما قال فيه اذن. لا ولي إذن. ما قال فيه اذن. عاد يبدا الان كسلطه معنويه انه لا ما تسوي. هذا موضوع يمكن اخر يعتمد عاد على قبول الراي، لكن احنا بنتكلم عن الموضوع الكبير المهمه اللي اكبر. هو اكيد انه مهم. احنا طبعا مستمرين، يعني هو موضوعنا الاساسي عن التسلط بصراحه. يعني انا شايفه انه الموضوع لازم نركز فيه، خصوصا في العمل، خصوصا في الزواج، خصوصا في الدراسه. صح. يعني الدراسه انا والله تمر علي حالات كثيره في العياده بصراحه. الاغلب بنات، يعني أكيد. لأن الإعلان الأولاد إحنا ما لنا متسلطين على أحد، ما لنا سلطة أصلاً عليهم. لا أركز إنه ما أحياناً ما يكون في تسلط من الأب على الأولاد. لأن الأولاد بالعادة أول ما يوصل 18 19، يعني أساساً حتى في القانون ما فيه يعني ما لك سلطة عليه بشيء صريح. نعم. وممكن يسافر، ممكن يروح يجي. 21 خلاص، يعني حتى يطلع بدون إذن. يعني رغم إنه يعني أحياناً العمر، يعني انا ممكن اكون ميال معي شويه صغار 18. لا 21 سنه. احنا في مجتمع عندنا كده بالصريح انه انت ولد وانت بنت. ايه؟ انت يحق لك وانت لا يحق لك. لكن حنكمل معاك الموضوع ده بعد الفاصل. رجعنا لكم مشاهدينا، وطبعا مكملين مع دكتور عواد في موضوع ولي الامر المتسلط. دكتور عواد خليني اسالك هذا السؤال، انا كيف اتصرف، اي فتاه كيف تتصرف مع والدها او اخوها المتسلط بدون ما نلجا للعقوق والعياذ بالله؟ طيب هو احيانا هو في الغالب يعني هو موضوع انها هي حاسه انها ما اخذت حقوقها واخذت حقوقها، اعتقد انه يعني شيء نسبي يختلف من بيئه لبيئه ومن مكان لمكان وحسب يعني التوقعات اللي موجوده عند المراه نفسها. يعني في نوع ممكن تقول انا لازم اسافر على راحتي، هذا ترى انه حق لها. في نوع تقول لا انا يكفي اني مثلا اشتغل براحتي بالمكان اللي ابيه، هذا حقي. فهو حسب الشيء اللي تعودوا عليه في كل بيئه وفي كل مكان. فلنفرض انه يعني هي حست انه سلب حق من حقوقها اللي ترى انه يعني حق هي تحتاجه. نعم تحتاجه حق مشروع لها. وفي الغالب يعني اللي تعودنا عليه دائما البنت اقرب لابوها، دائما اقرب حتى من امها. فغالبا كثير
عشان كذا تلقين البنت لما تحس فيه مثلا تسلط من الأب أو أنه حرمها شيء من حقوقها اللي ترى أنها حق مشروع لها، البنت تنكسر يعني قبل 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 الحق. هي يعني شلون أبوي اللي أنا قريبة منه وكذا أنه يعني يمنعني من حقوقي، فمو فهو يكون يعني زعل أو عتب من الأب نفسه قبل موضوع الحقوق تماما. بالضبط. ولكن دكتور عفوا بس عفوا المقاطعة هذه، إذا كان الأب من أساس الموضوع متقبل أنها بنت، لأنه في بعض الأبهات إلى الأسف إلى الآن لما يعرف أنه زوجته حامل في بنت يلطر. هذا 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 ذكر يعني حتى في الدين، هذا من أعمال الجاهلية يعني. فممكن أصلا الأب دا اللي بيمارس التسلط من أساس الموضوع لما كانت زوجته حامل وعرف إنه هي حامل في بنت، إنه هي جات كارثة ومصيبة، فبالتالي أنا لازم أقمعها ولو حصل لي أو إدها وإدها. مع أن الآن يعني أكثر ما ينفع البيوت البنات بالضبط، سواء حتى في الوظائف في ال شفتوا إنه أنتم بتستغلونه من أول. أقول لك يا دكتور عواد لا شوف طيب، بما أن نقول أنها مثلا يعني من أكثر الناس اللي يعني بصراحة أنا أكون صريح يعني الآن الأب والأم إذا كبروا يعني وين بيروحون؟ البنت عند البنت الأغلب أنها تروح يروحون عند البنات، قليل منهم اللي يروح عند الأولاد إلا بحكم أن الشباب يطلع يروح يجي ينشغل وكذا، فدائما الحنية والعطف دائما عند البنات طبعا. ولكن إحنا نرجع ونقول أنه ما في شخص يتسلط إلا أنا شخصياً أرى أنه عنده مشكلة، قد تكون ما هي ظاهرة مشكلة، مو بشرط أن تكون مشكلة ظاهرة يعني. مو إحنا زي موضوع اللي قلنا إحنا في ناس عنده موضوع الوسواس، الوسواس القهري مثلاً في شيء معين، في ناس عنده موضوع القلق الزايد والخوف لدرجة أنه يرى أنه مثلاً يخاف عليها ولكن يتجاوز الخوف أنه يعني ممكن ما يزوجها يقول أخاف عليها من زوجها. على طاري أخاف عليها وممكن فين يوصل الموضوع، طبعا احنا عارفين انه في بلدنا القانون كفل للمرأة انها تقدم على قضية عضل او حجر لولي الامر المتسلط. في غالب قضايا العضل يمنع ولي الامر الفتاة من تزويجها بسبب عدم رضاه في حالة الخاطب او لطمعه في المال او للنسب المرموق، الا ان مكتب المصالحة في المجمع تفاجأ من عضل الاب لابنتيه بمنع تزويجهما لخوفه عليهما من مشاكل الأزواج والحياة الزوجية وقسوة بعض الأزواج على الزوجات. يعني هل هو أنا من يعرف هل هو بالفعل خايف عليهم لدرجة أن الزواج هذا مرة شيء صعب ومسؤولية وأخاف أزواجكم يضربوكم؟ هذا حرام. مرحلة من الخوف فيه وفيه على فكرة فيه حرام فيه. ممكن هو ممكن عنده تجربة معينة مثلا، ممكن تجربة مثلا كده يخاف على بناته. إيه بالضبط، لأن أشوف الأب ترى دائما يعني أنا أتكلم على الشخص الحنون العطوف اللي هو خايف فعلا، هو دائما ينظر البنت أنها هي البنت الصغيرة اللي ما زالت صغيرة، فيرحمها يعطف عليها، يخاف أنه مثلا يزوجها شخص مثلا يتعبها يعنفها يضايقها ويحرمها من اجمل احساس. دكتور عواد احساس الامومه لا طبعا خطا، ما في كلام خطا، ولكن عاد تصير الحاله يعني. طيب خلونا ناخذ راي قانوني في هذا الموضوع. معنا عبر الهاتف المحامي والمستشار القانوني جاسم العطيه. اهلا بك استاذ جاسم. اهلا وسهلا بكم جميعا وبالمشاهدين الكرام. طبعا انت حضرتك سمعت عن الخبر هذا اللي الاب اللي عضل بناته ما يبغى يزوجهم بحكم انه خايف عليهم زياده عن اللزوم، لانه الزواج خايف انه الازواج يطلعوا مش كويسين او انهم يضربوهم او يعنفوهم في المستقبل. قانونيا هل يحق لولي الامر حرمان بناته من الزواج وعضلهم بسبب خوفه عليهم من مشاكل الحياه الزوجيه؟ لا قانونا ولا شرعا، هو عنده الولاية لتزويجهن وفقا للقواعد الشرعية. من أتاكم إذا أتاكم من تقبلون الدين أو خلقه ودينه فزوجوه. ما عدا ذلك ترجع إلى تقاليد قديمة أو تقاليد يعني ما لها أساس من لا من الدين ولا من الشرع. أكيد طبعا يعني عضل المرأة، عضل الأب البنت لزواجها لفلان لعدد من السنوات أو لسبب عدم تكافؤ النسب أو لعدم هذا من قبيلتنا وهذا من مواحيدنا، هذه كلها قواعد ما لها أي أساس. المرأة لها حق الطلب من تقدم للمحكمة في حال ضرر أو وقوع ضرر عليها بعدم تزويجها من شخص كفو يعني كفء في الدين وفي الأخلاق وعنده مصدر رزق. يعني هذه
وان تكونوا فقراء يغنيكم الله، ولكن يعني هذه من اتخاذ السبل الحيطه للحياه. فاذا توفرت فيه الشروط الثلاثه، الدين والاخلاق ومصدر الرزق الحلال، مزبوط. اعتقد انه ما في مشكله، الا اذا كان فيها اشياء اخرى الاب يخشى منها، وممكن هذه اذا ما اقتنعت المراه فيها او البنت فيها ممكن تتقدم للقاضي الاحوال الشخصيه في محاكم الاحوال الشخصيه، فاذا شافوا انه المبررات غير يعني غير مقبولة أو غير مقبولة ممكن يتولى القاضي تزويجها. هذه طبعا بالإضافة إلى المرأة اللي أستاذ جاسم يعطيك العافية، الله يعافيك، مساك الله بالخير. أسألك طال عمرك بالنسبة للموضوع تكافأ النسب، احنا الآن يعني نشوف انها في كثير حالات صارت انهم طلقوا زوجه من زوجها بسبب انه ما في تكافؤ نسب. نعم. هل الموضوع هذا قانوني او غير قانوني؟ واذا كان قانوني ليش صارت حالات الطلاق؟ هذه اجتهادات قضائيه من قضاة، انا ما اعتقد انه انتهى بتأييد الحكم. يعني انا اعتقد انه هذا حكم ابتدائي، الحكم ممكن استئنافه في محكمة الإسناف ويمكن يبطل، لأنه ما في قاعدة لا في الشرع ولا في الأنظمة تحدد أو تمنع الزواج بسبب النسب أو بسبب الموضوع ما هو قانوني أبدا، يعني هو يعتمد على الاجتهادات. طيب أستاذ جاسم، يعني كلمنا عن الإجراءات القانونية التي ممكن ألتجه إليها الفتاة اللي يقوم والدها أو ولي أمرها بالتسلط عليها وعدم تزويجها وعضلها، إيش المفروض اللي المفروض تسوي البنت هي الآن؟ هي طبعا إذا ما وجد، طبعا أنا أفضل أنه تكون تسوية المواضيع عن طريق كبار العائلة أو الجهات الأقارب، على أساس ما يكون في المستقبل تنافر في العلاقة. طيب. أهم شيء أنه تكون العلاقة مستمرة جيدة وسوية في مستقبل حياة الفتاة، لأنه لو تزوجت من دون موافقتهم معناها بتكون فيها حيصير شرخ، بيصير في شرخ في العلاقة، وممكن حتى لو تطلقت أو شيء تبقى هي بعيدة عنه. صحيح. ولكن إذا فشلت كل هذه المحاولات عليها أن تقدم إلى محكمة الأحوال الشخصية بمعروض وبطلب، يعني تطلب فيه تزويجها وتحط تقدم المبررات زواجها أو الأسباب اللي تمنع والدها من تزويجها، فهم بيستدعى مثل الحالة اللي أنتوا تفضلتوا ذكرتوها في محكمة المجمعة، فيه جهات الصلح وتسوية في المحكمة. أيوة. ممكن يستدعونه ويجلسون معه، فإن تجاوب يمكن بيكون بالحسنى، قد يكون هناك جهل من جانبه في بعض في بعض النواحي الشرعية توضح له، فإن تعنت ولم يجد القاضي لجان الصلح لم يجدوا مبرر مشروع يشيلونه للقاضي، والقاضي إذا وجد أنه هناك تعسف بحق البنت هو يعقد عليها تولى عليها عقد النكاح. أكيد. المحامي والمستشار القانوني الأستاذ جاسم العطية، شكرا جزيلا لك. دكتور عواد، احنا طبعا احنا شفنا في الخبر انه الابو خايف يزوج بناته كخوف من الحياه الزوجيه، ما نعرفين ايش ابعاد الاب النفسيه. مع العلم انا من وجهه نظري انا ما احس انه هو ده سبب او دافع بصراحه، يمكن يكون في دوافع اخرى. اوكي، خايف عليه، ممكن يكون بنات بيشتغلوا رواتبهم كويسه، قد يكون. نعم. ممكن ما اخذنا تفاصيل كثير، ما اخذنا التفاصيل، بس بشكل عام حتى لو كان خوف انا ما اشوف انه هو مبرر انك انت تحرم بناتك من اجمل شعور في العالم، اللي قلت لك هو قبل ما ناخذ المكالمه انه تحرمها من شعور الامومه. صح.
فالبنت في دي الحالة حتكون واقعة بين نارين، هي تبغى تكون أم، تبغى تتزوج وتعيش حياة طبيعية، بس في نفس الوقت ما تبغى تزعل أبوها صح. وتصير عاقة في صحيح أبوها صحيح. حتى عرف لا أنا مو هذا هنا الكلام، إنه فعلا لابد أن يكون في أقارب موجودين لازم يتدخلون، يعني ما يكون الواحد، يعني أنا أتكلم على سبيل المثال لو أنا مثلا في مكان ما وفي شخص أنا أشوف إنه قريب وماني شايف احد يعني تدخل في الموضوع، والبنات بدوا يكبرون وهم يبغون يتزوجون او يتوظفون، يعني سواء كذا او كذا، ولكن الاب هذا واقف ما معقوله ان كل العقلاء اللي بجنبهم يقولون والله انا مالي دخل ومالي شغل وهذه امور خاصه. والله للاسف فيه لا يعني لازم هو صح ان المفروض ان واحد ما يتدخل بشؤون غيره، ولكن في امور لازم الواحد يحكم عقله فيها. يعني لما اشوف مثلا يعني واضح التسلط، واضح انه والكثير الاغلب بصراحه اللي هو موضوع الرواتب، هذا الأغلب اي نعم، لأن هذا السبب قد يكون، هذا السبب ممكن يكون الوحيد اللي يكون الشخص طبيعي ومع ذلك يتسلط وما يزوجهم. يعني هذه أنا أشوفها من أكثر الأسباب اللي قد تكون طبيعية، يعني غير المرضية. المرضية عاد لابد أن يتعالج، يعني حتى لو كان عنده مشكلة معينة، لأن المشكلة بالأمراض النفسية البسيطة زي تكلم زي القلق زي الوساوس والأشياء هذه ما تظهر للناس، هي ما تظهر للناس. يعني أنا أعرف شخص كانت مشكلته فعلا يقول والله العظيم لو رن تليفون البيت، جاء عندي في العيادة يتابع معي، يقول لو رن تليفون البيت أول ما يجي في بالي أسوأ خبر أنه راح ينقلي شرطة يبوني مباحث بيكلمون، والله العظيم شيء مو بيده المسكين. يعني حتى أنا أقول قلت التليفون يرن دائما، هو شخصية قلقة. نعم. فهذا يخاف من هنا، يخاف من المرض، يخاف من الموت، يخاف من يعني كل الناس تخاف من الموت وما تحب الموت، ولكن بس كمان دكتور عواد ما نقدر نقول إنه كل أخ أو أب متسلط مثلا عنده مشاكل نفسية أو صح. عنده مشكلة زي اللي بتتابعها أنت، الحالة اللي معاك صح. قلقة صح. ما نقدر نقول زي كده، لكن كيف نقدر أخيرا يعني ننصح مثلا الفتيات التي يعانون من التسلط سواء كان من أخوان أو من أهالي؟ والله أنا أعتقد المحاولة بالذات يعني الإصرار على الأب مثلا من البنت، يعني مع الوقت أعتقد أنه يقبل، يعني محاولة إدخاله زي ما قلنا للقرائب وكذا، ولا الحل الأخير القانون، يعني هو حل، يعني رغم اني انا والله اني انا اقولها وانا يعني ما ودي اقولها، لكن هو حل اخير، بس هي مضطره يعني هو حل اخير، لانها بتفقد هالاسره الاولانيه، لازم انها تفقد، بتفقد شيء كبير بينها وبين ابوها، شرخ بالضبط مثل ما قالت غزال قبل شوي، ولكن انها يعني قد يكون حل اخير، يعني حل دكتور عواد، يتقوا الله في بناتهم، بناتكم ليست الدجاجه التي تبيض ذهبا، فبالتالي انت ما تبغى تزوجها عشان الموضوع ده ينتهي او يروح من عندك. صحيح صحيح. لا هذه مشكله كبيره بصراحه، ويعني ممكن ما ودي اقول هالكلمه ولكنها دناءه صراحه بعض الاباء حقيقه، ولكن عاد انها واقع موجود، يعني واقع نعم موجود. نعم دكتور عواد شاكرين جدا تواجدا الله معنا اليوم لا يمل طبعا. الشكر لكم ان طرحنا مثل هذا الموضوع اللي شويه حساس ولكن لابد انه يطرح. اي نعم. مشاهدينا احنا رح نطلع فاصل ونرجع ثاني. وإنجاز آخر من إنجاز السيدات السعوديات اللواتي تخطين عوائق مجتمعية كثيرة، بالطبع أنا أتحدث الآن عن مريم الحربي التي كسرت حكر الرجال وتفوز بجائزة أفضل مرشد سياحي. مريم الحربي هي طبعا يعني غنية عن التعريف، لأنها أول فتاة أنا أشوفها، أنا أعرفها، مو أول فتاة في الدنيا بس أول فتاة أنا أعرفها، درست آثار وإرشاد سياحي. طبعا أنا أبارك لها هذه الجائزة، جائزة المرشد السياحي. مريم معي عبر الأقمار الصناعية. مريم يا هلا. يعني مريم بداية أبارك لك هذه الجائزة، ألف مبروك. حدثيني في البداية عن حبك وشغفك للتراث. طبعا أنا في البداية أول شيء الحمد لله على حصولي على الجائزة، وهذا إنجاز يضاف إلى بنات الوطن أكيد. أنا حبي للآثار، يعني أنا أحب التاريخ وأحب الفنون،
فلقيت انه المجال هذا انه مجال الاثار هو اللي يجمع بين اللي هو بين بين الفن والتراث التاريخ وبين الفنون. ايوه الفن والتراث والاثار، يعني في كل معلم اثري ممكن انت تلاقي يعني وراء قصه تاريخيه. طيب مريم، متى بداتي بدا اهتمامك في هذا التخصص بالذات؟ انا ممكن نقول يعني من وانا صغيره، يعني انا كنت ساكنه في احد الاحياء القديمه في المدينه، كان قدام البيت اللي هو بيت طين، كنت يعني كان كمان الوالد الله يطول بعمره كان يعني يعني ايوه يعني كان واحنا نسافر يعني واحنا مسافرين كان لما نمر من عند مكان يعني زي كذا يحكينا عن قصص عن هذا المكان. حلو. يمكن اقول انه انا من هنا بدت اللي هو اهتمامي بالاثار والارشاد السياحي. جميل جميل. يعني يا مريم انت حصلتي على جائزه افضل مرشد سياحي لعام 2017 من الهيئه العامه للسياحه والتراث الوطني. انت الان مرشده سياحيه يعني بشكل رسمي، ايش هي طبيعه مهامك كمرشده سياحيه اتوقع في المدينه المنوره؟ أنا أستقبل الوفود اللي هي الوفود السياحية. أستقبل الوفود السياحية. صحيح. أخذهم في جولة اللي هو في المناطق اللي هي الأثرية في المدينة المنورة. ممكن كمان يعني أطلع معاهم اللي هو للمواقع اللي هي الأثرية القريبة من المدينة. اللي هي عندنا مثل بدر وخيرة والعلا. طيب حلو، يعني بتكوني يعني ايوه اكيد اللي هي المناطق السياحيه اللي هي المناطق الاثريه في المدينه. مظبوط، يعني انت بس بتكوني لوحدك، يعني انت بتنظمي هذه الرحلات والجولات ولا انت تابعه لشركه سياحيه معينه بتقوم بها يعني بتنظيم هذه الرحلات؟ لا انا ماني تابعه لشركه سياحيه. طب كيف بتقدري يعني بتتواصلي مع الوفود؟ كيف بتقدري انا سوقت لنفسي؟ هو انا سوقت لنفسي اللي هو عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي. ساعدتك السوشيال ميديا اللي هو عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي تويتر اللي هي طبعا هي اللي هي المنصه الرئيسيه هي اللي انا طبعا سوقت لنفسي عن طريقها. طب ايش هي ابرز الامور مريم اللي واجهتيها في عملك كمرشده سياحيه؟ والله هي مهنة الإرشاد السياحي، مهنة الإرشاد السياحي يعني ما هي مهنة سهلة طبعا، مهنة صعبة صراحة، يعني تحتاج ثقافة عالية، تحتاج اللي هو طريقة يعني اللي هو التواصل مع الجمهور، كمان عندنا اللي هو احنا ممكن نقول انه المرشد السياحي سفير، ايوه اللي هو كمان المرشد السياحي احنا ممكن نقول له هو سفير وطنه يعني داخل الوطن، انت صحيح. انت بتمثلي صوره يعني صوره وطنك، مو يعني مو بس يعني مو بس شخصك انت، يعني احنا يعني ممكن اقول انه انا يعني هنا انه المرشد السياحي يمثل السعوديه عموما. مظبوط. طيب خليني أسألك كمان اللغة، كيف رح تتعاملي مع اللغة؟ هل لما تختلف الجنسيات عليكي كيف رح تكون؟ هل ستشكل عائق عليكي مثلا أنه أنت تحاولي أنك تترجمي الأشخاص بلغات مختلفة؟ هو أكيد اللغة أكيد أن اللغة عائق، بس لكن يعني إحنا نتجاوز هذه اللي هي تجاوزت هذه العقبة إني استعنت بمترجمات من الجالية اللي هي مثلا الجالية اللي في المدينة، يعني نقول مثلا اللي هي تركية، الجالية التركية أو الهندية أو الباكستانية. يعني ما شاء الله عليك يا مريم، ما تقف اللغة حاجز انك تمارسي هذه المهنة اللي انت اخترتيها وحبتها وعشقتها منذ الطفولة. اكيد قمتي بجولات ورحلات مع افواج سياحية مختلفة، هل من موقف حصل لك وما لا يمكن نسيانه؟
والله صراحة هي المواقف كثيرة، يعني يكفي هو بس إنه 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 تشوفي الوفود السياحية متعطشة إنها تعرف عن تاريخ البلد هذا. يعني في واحد من المواقف اللي هي اللي أنا مريت فيها، إنه كنت في جولة سياحية ومريت على أحد المواقع الأثرية في المدينة، وكان هذا الموقع يعني مهدد بالإزالة، اللي هو قصر إبراهيم بن هشام، أحد القصور الأموية في المدينة، وكان مهدد، يعني كان عنده اللي هي أعمال حفرية وزي كذا. فطبعا صورت اللي هو الموقع ونشرت في مواقع اللي هو مواقع التواصل الاجتماعي تويتر. فالحمد لله يعني جاء الأمر اللي هو من الهيئة بإيقاف إزالة اللي هو المبنى وإيقاف عمليات الحفر هناك. طب مريم، إيش أكثر معلم سياحي أثري أنت تحبيه في المدينة وتحس أنك أنت يعني كل ما تعدي من جنبه ترجع مرة تانية تدققي في تفاصيله من أول وجديد وكأنك أول مرة تشوفيه؟ جبل أحد. توقعت اكيد جبل احد، يعني بحكم انه ما شاء الله حاليا احس انه صار في وسط المدينه، يعني ما فيش احد ما يمر جنب جبل احد، وخصوصا الانوار والاضاءه اللي حاطينها حواليه والمساحه يعني هناك. مريم، انت الان كمرشده سياحيه ايش تقومي مثلا؟ هل ممكن انك تتبني فتيات حابين يدخلوا هذا المجال ويساعدوك، او انك تسوي مشروعك الخاص تكبري من نفسك يكون لك شركه سياحيه خاصه؟ ايوه انا طبعا انا لا يعني الان توجهت كمان للتدريب، اني ادرب البنات اللي هو ارشاد سياحي. اقمت دوره في اللي هو لطالبات كليه السياحه والاثار في جامعه الملك سعود، طبعا اللي هي الكليه اللي انا ادرس فيها الان الماجستير. كمان طبعا في المدينة بإذن الله، يعني طبعا الآن اللي هي صدرت الأوامر أنه خلاص أنه حنمنح الرخص، وحيكون بإذن الله في تدريب للبنات، وبإذن الله أني كمان حتجي على هذا المجال. طيب كمان خليني أسألك مريم، إيش هو أكثر حاجة أنت مثلا يعني أول ما درستي الإرشاد السياحي حطيتيها في مخك، المدن اللي أنت حطيتها في مخك أنك حابة مثلا قائمة على أنك تكوني في المدينة، فعفوا في جدة، في مدن أخرى أصلا غير المملكة، ولا بس خلاص الإرشاد السياحي سيتوقف على المدينة؟ لا أكيد أنا دراستي للآثار يعني الحمد لله أهلتني أني أكون أني عندي اطلاع على كل اللي هو المناطق في المملكة. طبعا اللي هي أنا يعني هي المدينة وكمان العلا، يعني اللي هي زي ما نقول أرض الحضارات العلا يعني. كيف بتشوفي الآن في اتجاه نحو الاهتمام بالتراث والتاريخ في السعودية، وكثير بنشوف برضو متاحف استحدثت جديدة في المدينة المنورة على وجه الخصوص، كيف تشوفي الاهتمام من هيئة التراث والسياحة الاهتمام بآثارنا واهتمام الناس والإقبال على هذا النوع من السياحة خلينا نقول؟ طبعا هو الاهتمام يعني اللي هي اهتمام الدولة في الآثار والتراث يعني من زمان، لكن أنا أشوف إنه الآن صار في وعي عند المواطنين إنهم يعني يهتموا بالآثار، يهتموا بالتراث، يحاولوا يبرزوا ثقافة المملكة، يبرزوا آثارها، يبرزوا تاريخها. فإن شاء الله بإذن الله يعني الشباب في المملكة يعني مقدم اللي هو على مشاريع سياحية كبيرة، ولازم يكون هو جزء من هذه المشاريع. الشباب والبنات طبعا. يا مريم فخورين فيكي وفرحانين لك وبهذه الجائزة. أكيد أنا أقصد فرحانين بهذه الجائزة اللي حصدتيها. مريم، حابة توجهي كلمة أخيرة، حابة تقولي شيء، تشكري أحد؟
أنا بشكر اللي هم طبعاً بشكر اللي هم أعضاء هيئة التدريس في جامعة الملك سعود، يعني هم اللي كان لهم الأثر، يعني نقول يعني إنه يكون هناك توجه للآثار واهتمام في الآثار واهتمام في التراث في المملكة. صحيح. وبس الله يعطيكم العافية. الله يعافيك. مريم الحربي مرشدة سياحية، شكرا لوجودك معنا، وبالتوفيق كمان لجميع الفتيات اللي بيدخلوا هذا المجال. مشاهدينا حنطلع فاصل وحنرجع نكمل باقي فقرات برنامج سيدتي. طبعا اخر صيحات الشعر والمكياج لعروس 2018 في معرض العروس مع خبيره التجميل او المظهر صفاء الربيع وطبعا غالي امين. اهلا بكم مشاهدينا في فقره الفاشن من برنامج سيدتي. كل عروسه تحب تهتم في نفسها في يوم زفافها، عشان كده اليوم حقول لكم طرق العنايه بالبشره والشعر وكمان اخر صيحات عروس 2018. هلا صفا، حابه ارحب فيكي ببرنامج سيدتي. قولي لي عن تواجدكم اليوم هنا في الايفنت. نحن اول سنه بنفوت على الايفنت، اول مره بنشترك بهذا الايفنت. حلو. تجربه حسيتها كثير حلو وقريبه من قلبي كثير، فحبينا نشارك بهذا الايفنت لانه حسينا ما لنا تواجد نحن بخص العروس وبخص كل المقدمين على الزواج، فحبينا يكون اول تجربه لنا باشتراكنا ببرايت شو. متى تبدا العروسه تهتم في نفسها، يعني ببشرتها بشعرها حتى جسمها؟ نحن دائما بننصح العروس تبلش مرحله الاهتمام بنفسها من 3 اشهر ل6 اشهر حسب المشاكل الموجوده عندها وحسب هي شو المظهر النهائي اللي حابه تظهر فيه. ايش المشاكل اللي ممكن تكون في البشره؟ بالبشره في كثير مشاكل عندنا، ممكن تكون العروس بتعاني من بشره حساسه او احمرار بالبشره، فكمان بدها تخضع لعده علاجات، منها علاجات الترطيب والعلاجات الخاصه بالبشره الحساسه لحتى تتخلص من احمرار البشره بتوصل للعرس جاهزة. وإذا كانت عندها بيمبلز أو حبوب أو بتعاني من أكني صح، نحن بننصحها كمان. طبعا أنا عم بحكي إذا ما عندها علاج تعالج نفسها، تعالج الأكني بمراكز متخصصة، عم نحكي أز تجميليا، ننصحها أنه تتخلص من الإسوداد بالبشرة وتوحد لون البشرة وتتخلص من الحبوب. يعني بدأ من 3 اشهر ل6 اشهر لحتى يعني اذا احد ما عنده مشكله كبيره او عميقه يقدر تدي له كريمات تقول له ابدا احطها قبلها ب3 اشهر او 6 اشهر. نحن بنفضل اول شيء جلسات العنايه بالبشره اللي هي الفيشلز بتبلش فيهم بالصالون. أكيد. وطبعا نحن بننصحها بانها تهتم او تتابع هيدي العلاجات من خلال الهوم كير برودكتس اللي بتاخذها معها على البيت وبتقدر تستعملها بشكل يومي ومنتظم لحتى تحصل على النتيجه قبل 6 اشهر، لانه نحن اوقات بيجوا عندنا عرايس مثلا اول قبل بشهر عندها مشكله بتوصل للعرس بعدها عندها زيوت، فهيدا بيساعد بخلي الميك اب ما يكون ثابت نهار العرس وبصير في عندها كثير مشاكل بالميك اب نهار العرس. طيب والشعر كيف تهتمي فيه؟ الشعر اكيد بدها تتبع اول شيء بنحاول نحن ننصح العروس اذا كان عندها حسب لون شعرها، يعني طبعا بالنهايه حسب لون شعرها الطبيعي بنحاول نحن نركز على لون شعرها الطبيعي او الالوان اللي بتلبق للون شعرها ولون بشرتها الطبيعيه. بنحاول نخليها ننصحها انه تبعد عن اي شيء بضر الشعر مثل التفتيح لدرجات عاليه، بنحاول نجنبها من التريتمنتس الكراتين تريتمنتس او التريتمنتس اللي هي اللي ممكن تاذي الشعر ببعض من الاحيان، فبنحاول نخليها تتجه للعلاجات الطبيعيه مثل علاج البروتين او العلاجات اللي ممكن تفيد تعطي الرطوبه اللازمه. وإيش
ايش الالوان الدارجه للمكياج؟ نحن الالوان الترابيه لقيناها هلا الدارجه بالاجمال، عم نحاول كثير نركز على الالوان الترابيه، بلس رجعت موضه البرق والجلترز، سو في كثير عرايس بحبوا البرق وبحبوا الجلترز والشيمرين، فكمان هيدي الموضه رجعت. ايش الدحين الترند حق الاضافه للعروسه؟ نحن دائما بنبتعد عن اي شيء ترند، بنحب بنفضل نقول انه اي شيء بيلبق للعروس هو الترند. حلو. ما بنحب نقول نحن انه في كثير ترندز موجوده بالسوق، جليتر وموجود الاكستنشن الفرنش وموجود كل انواع الاظافر والستايلز عندنا، بس نحن دائما بنتجنب نقلها للعروس دارج هيك اعملي هيك، نحن بنقلها للعروس شو بيلبق لك، شو بتفضلي، بشو بترتاحي انت، وعلى اساسها نحن بننطلق من لحتى نقدم لها افضل شيء بيساعدها وبتكون هي كمان مرتاحه فيه. ايش الموديلات الدارجه للشعر مرفوع؟ لانه جات فتره كل العرايس فردوا شعرهم. سمبل، نحن هلا كثير دارج التجديل، الجدايل كثير عرايس عم يجوا يطلبوا عنا جدايل كذا شوي. طبعا شوي. فكثير دارجه الجدايل بالشعر، وكثير عرايس بيستخدموا، كثير عرايس عم بيطلبوها. عم بلاحظ انه الاتجاه كله نحو الاشياء اللي هي سمبل بسيطه، اللي اقرب للنيتشر للطبيعه، مع شويه اكستنشن او حلو. طول للشعر. شكرا صفا لوقتك، صراحه نصائح جدا مفيده لكل عروسه انه تبدا تجهيز بشرتها قبل بثلاث شهور، وطبعا تكون دائما طلعتها كلاسيكيه. نعم شكرا. نعم دائما هيدي نصائحنا لكل عروس، والله يوفق اللي بده يتجوزوا. ان شاء الله، وعوده لكم زميلاتي في استوديو سيدتي. شكرا لك غالي على هذا التقرير الجميل، وحلو كيف انه العرايس الان بيتجهوا للمظهر الكلاسيكي والسمبل البسيط. يعني انا فعلا صارت تلفتني، مثلا تلفت نظري العروس اللي مو لازم تحطي تاج على راسك، مو لازم يكون كده في فصوص، مو لازم تكون التسريحه مرفوعه ومشدوده كده، مو لازم شينيون شينيون ثلاث طوابق مظبوط. او مثلا الميك اب الاوفر اللي هو مثلا لوحه في عينها يعني، او الرجل احمر، مش عشان انا لابسه احمر، بس فعلا نفسي نكسر قاعده انه العروسه مو لازم تحط رجل احمر، ممكن تحط بينك، ممكن تحط نود. انا حطيت بينك. انا نود. نود من زمان احنا عندنا البساطه هذه، هي اهم. احس انه الفخامه تكون في البساطه، كل ما كان الواحد بسيط كل ما يكون بالزبط. يظهر بشكل فخم. تحطي ورد يعني، حتى لو تلاحظي الان صار مثلا اغلب العرايس بيكونوا فاكين شعورهم وحاطين ورد، ما صار في حكايه تاج وستراس في الشعر وكذا، ما صار في. مظبوط. بس حبيت كمان هذه اللي سوتها الضفيره اللي داخله في بعض دي. ايه لانه مره حلوه يعني للعين، تجذب بس فقط. يعني انت ما تسويها؟ لا انا اتفرج عليها. تتفرج عليها وكلنا صدقين نتفرج عليها، لان هي حلوه على ناس كذا حلوين اصلا. ما لها ايش فيك؟ طيب خلاص نبقى في الموضه والازياء. انطلق عرض ازياء خلال اسبوع نيويورك للموضه، استلهم فكرته من حمله على مواقع التواصل الاجتماعي تدعو لكشف وقائع التحرش في انحاء الولايات المتحده. حمله وسم مي تو توقفت العارضات في نهاية الممشى لإعلان، واحدة عارضة توقفت في نهاية الممشى لإعلان أنها ناجية أيضا من اعتداء جنسي. حركة ميتو ليست داعية لكراهية الرجل، لكنها تهدف إلى تقوية وتمكين المرأة وليكن آمنات من الاعتداء والتحرش الجنسي. زي ما انتم شايفين هي هذه العارضة الناجية من اغتصاب جنسي. طفان الحركة. يا ساتر يا رب. أنا مش عارفة. أو اعتداء جنسي. وطبعا في النهايه الازياء اللي مي تو اسم الحركه يعني هذه. ايوه سوت شيء. لا مو حركه باليد، حركه يعني موفمنت، حركه اجتماعيه.
منصة أو حركة اسمها ميتو. طبعا الأزياء اللي ظهرت في العرض لا تهدف إلى الربح المادي. أنا نفسي كنت أشوف بقية الأزياء إيش فيه، يعني أزياء ممكن تكون توحي للموضوع ده أو بتدعم الموضوع ده أو بتساعد، بس للأسف ما شفت أنا هنا غير لقطة. هو الفكرة من الموضوع إنهم استغلوا أسبوع فاشن ويك في نيويورك بأنهم يدخلوا هذه المنصة أو الحملة أو الحركة اللي هي ميتو عشان برضو يوعوا السيدات الناجيات من التحرش الجنسي أو إنه في التحرش الجنسي. لو حصل لك تعملي حركة زي كده بأي شكل من الأشكال، بس إنه أنتي قالوا لك كريم نبغاك تمسكي حركة وتتبنيها من A to Z، إيش في حاجة أنت ممكن تعملي عليها؟ أوف مرة كثير. أبرزها ريم. وبدون عنف. أبرزها مثلا ممكن نسوي حملة عن زواج القاصرات، عن ختان البنات، عن أشياء مرة كثير يعني ممكن أنا نفسي أسويها، يعني أي حاجة إنسانية تهدف إلى حماية توعية الناس وكمان حماية الفتيات المعنفات خصوصا الأطفال اللي بيشتغلوا من عمر 3 سنوات في الأماكن في المناطق النائية، الناس الأطفال اللي ما بيتعلموا، السيدات اللي بيغتصبوا في أفريقيا وهم أطفال وبيخلفوا أطفال مرة كثير، مرة أشياء كثيرة. طيب هي ورين يعني أنت اتجهوا إلي قولوا لي تعالوا أدعوني فأنا جاهزة. إيش عندك حاجة ممكن لو حصل لك أنك أنت مثلا تعمل حركة زي كده تتكلمي عنها وتطلق العنان لصوتك؟ يعني أكيد هيكون شيء برضو زي ما قالت ريم إنساني أكثر حاجة، يعني يا أنه حركة لتوعية الناس من أنه تتوقف الحرب أو أنه ضد، يعني حركة عن العنف ضد المرأة. والأبرز اللي ممكن أنا أسويه الآن وأنا ما عندي أي مشكلة فيه وأقدر أسوي له كل حاجة، اللي هو كيف تكوني قوية في أي إيش من كان يكون المجتمع اللي حواليك، في إيش من كان يكون الأشخاص، سواء كنت في حرب سواء كنت في عنف، إيش من كان يكون للسيدات، يعني بالطبع أكيد هتكون هذه الحركة. ممتاز، أهنيكم. أنا صراحة لو أبغى أعمل حركة زي كده أبغى أعمل حركة مرة مهمة وضرورية، إيقاف التحرش بالأطفال. مشاهدينا بكده نكون وصلنا لختام حلقتنا لليوم، نشوفكم بكرة في نفس الموعد في حفظ الله.